بسم الله الرحمن الرحيم. حفل الكريم متابعين الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم من هنا من عاصمة الميادين، من ميدان الوتبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة، لتلتقي هذه السلالات العريقة بسن الصغار ومفاجآت الحقائق، لتعلن انطلاقة شوطنا الرئيسي الخاص بالقعدان ومسافة هذا الشوط. ومسافتنا المقررة هي 3 كيلومترات لجميع أشواطنا التي تعلن اندفاعتها من هنا من نقطة البداية. مقدمة الشوط، من يقود المسيرة في هذه اللحظات؟ يأتي دور عابر مع المركز الأول، مقدما لعابر سيف بن سلطان بن كلثم الخيلي متقدما في هذه اللحظات. المركز الثاني التقدم من شاهين الطويرش بن عبد الله بن حلوس العفاري، يأتي مع المركز الثاني ونقلتنا إلى المركز الثالث. القادم هنا مسكت لصالح بن خيري بن مسلم الجنيبي مع المركز الثالث، غير في طريقه الى المركز الثاني وهو في خطورة على المراكز الاولى بدأ يشكلها. المركز الرابع يأتي دور مشوش مبارك بن سالم بن راشد الساعدي. المركز الخامس الاسد محمد بن حمد بن مبارك الفهيده المري. السادس المراكز يأتي دور الحصيني ومحمد بن علي بن سالم المنصوري. وسابع المراكز مخلص لي راشد بن سلطان بن غالب المنصوري. المركز السابع تقدم هنالك من مصدع مبارك بن جابر بن محمد المنصوري. المركز الثامن يأتي شاهين لسعيد بن سالم بالدرب العفاري. المركز التاسع تقدم من شعار بالشرقي ممثل الساد، يتقدم هنالك مع المركز التاسع. وعاشر المقدام حمد بن علي بن راشد بن جهيم المري. هكذا هي النتيجة والنداء والعودة إلى مقدمة الشوط. العودة إلى مقدمة الشوط وإلى شعار الجنيبي إلى مسكت والكيلومتر الأخير، الكيلو المثير. ودير بالك يا راعي مسكت، صالح بن خيري بن مسلم الجنيبي. أحذر من القادم هنالك شاهين لياسر بن سهيل بالشرق العامري، قادم بكل قوة مع المراكز القادمة. ولكن أيضا عابر مع المركز الثاني، سيب السلطان بن كلثم الخيالي يحتل المركز الثاني. المركز الثالث الأسد محمد بن حمد بن مبارك الفيدة المري. ورابع المراكز المتقدم في هذه اللحظات مشوش مبارك بن سالم بن راشد الساعدي، ولكن عابر للقارات، عابر للأمتار الأخيرة، عابر إلى الناموس، إلى الفوز، إلى الانتصار. سيف بن سلطان بن كلثم الخيلي محتل للمركز الأول. المركز الثاني مسكت صالح بن خير الجنيبي. المركز الثالث القادم مشوش مبارك بن سالم الساعدي. والخطورة من وضاح سعيد بن سليم بن سالمين الوهيبي. واللحظات الأخيرة اللحظات الحرجة، ولكن أهالي الساد قادمين. ولكن عابر بن كلثم الخيالي والوهيبي، ولكن تهانينا لمالك عابر. سيف بن سلطان بن كلثم الخيالي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل في وضاح سعيد بن سليم بن سلمين الوهيبي، كان منافسا شرسا للامتار الاخيره. المركز الثالث وصل في مسكت صالح بن خيري بن مسلم الجنيبي. ورابع المراكز
وصل في الخروف لسالم بن حمد بن مبخوته العامري، وخامسا الأسد محمد بن حمد بن مبارك الفهيدة المري. وهنا التوقيت الزمني مع مخرجنا وصديقنا أسامة الهواري، 4:25.6 من الثانية التوقيت الزمني. ما شاء الله تبارك الرحمن لهذا القعود الفائز معنا في هذا الشوط، ألا وهو عابر المدون بالرقم 1 سيف بن سلطان بن كلثم الخيالي. 4:25.8 من الثاني هو التوقيت الواضح لوضاح. تهانينا لسعيد بن سليم بن سلمين الوهيبي على هذا الفوز، ورابع المراكز 4:26.9 من الثانية من أتى في المركز الثالث. نعم، وتوقيت الزمن 4:26.9 كما ذكرنا، ألا وهو مسكت صالح بن نخيري بن مسلم الجنيبي، ورابع المراكز أتى أيضا